سبحانه وتعالى بيدمر كل الجيوش اللي جايه تقتل المهدي. الله سبحانه destroyed and killed all those army who ever around surrounding مكة. طيب عائشة زكية رضي الله عنها قالت يا رسول الله طب هناك الناس العاديين اللي ما نريد نقاتله طب هذول ماتوا طب normal people they die and they have no reason they just die and they're not there to kill المهدي but they die. قال الله سبحانه وتعالى يحشرهم على نياتهم. الله جادر لهم أكون دينية دينية مسلم لا مسلم. فالله سبحانه وتعالى لا يضمن أحدا. وبعدين ينتشر. فبكون المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام يجي بلاقي أقيمة الصلاة هنا. خلوا بال هناك في حاجة فقه لازم نأخذها. فهو كان واقف وكان المسيح المهدي بيكون واقف والصلاة أقيمت. فبيجي عيسى عليه السلام فالمهدي بيعرفه. فبده يقدم هو نبي رسول عيسى عليه السلام فقال إنها أن الصلاة أقيمت لك الصلاة أقيمت لك فلما يكون واحد مثلا الإمام متأخر ويجي واحد ويجي متأخر إمام واحد بده يقيم الصلاة وأقيمت الصلاة هذا الرجل يصلي بالناس فاهمين إن كيف هذا هو بيصلي حتى لو الإمام موجود إذا أقيمت الصلاة لو قال لا الإمام لازم يقدر تقيم الصلاة مرة إيه مرة ثانية دعية المهدي يقول أوكي يا عيسى you lead the صلاة سينو the إقامة was for you the إقامة was for you you lead the صلاة وثم يقتل المسيح الدجال المسيح عليه السلام يقتل المسيح الدجال في اللد وين اللد اللد فلسطين he will kill him there he will melt just like it was all his followers المسيح الدجال followers the moment they see عيسى or smell عيسى they will melt just like the salt ده الملح بالكوباية يدوبوا كده حتى نفس المسيح الدجال يقتل عيسى بعد ما يموت المسيح الدجال يجي هنا يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج شعب موجود يأجوج ومأجوج God what is in English God أما God وما لا يأجوج ومأجوج شعب زي النمل just like ants والعياذ بالله شعب رهيب description would be like a hammered بوشهم أكاين المطربين مطرح كده بوشه الآن بيكونوا بمنطقة هم أصلاً بشدر كهف بين السدين بين السدين بين the two dams بس وين هم موجودين الآن؟ الله أعلم نعم ممكن الصين أو تشاينا أو مصر الله أعلم where are they but they are exist موجودين الجواب نعم موجودين المسيح الدجال موجود نعم موجود المسيح الدجال وكذا لكن هذولا ما في قوة تقدر لهم قدرة الله مضبوط كلامك يعني عندك سؤال جيد يعني والله قدرة الله ان الله سبحانه وتعالى ما ورى الناس مش كان حتى الاقمار الصناعية كل ما كل شيء مش انا فاهمك حتى بالاقمار الصناعية حتى بكل الابحاث اذا الله سبحانه وتعالى بده يخبيهم يخبيهم يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى My sister asking here if the all this supply system cannot see if the those yeah Ya'juj and Ma'juj by the power of Allah subhanahu wa ta'ala the answer no that because هذول من الفتن من الفتن لكن بيأكلوا كل شيء ويشربوا كل شيء they eat everything then they drink everything ما في قوة حتى عيسى عليه السلام نفسه ما يستطيع لكن صدق اللي إيش بيسكب بيموتوا مرض شفت الديناصورات الكبيرة هذه الديناصورات كم مدى الديناصورات في ناس بيقولوا ميديورايت يعني نيازك من الثلاثة لكن the truly among geologists is a disease most of the dinosaurs بتلاقي في هول هنا في راسه الهول هذا هو الخروم هذا هو هذا الديزيز يعني فاليأجوج وماجوج طب لما يموتوا كلهم everything they die with the sickness disease طيب الأرض طب ريحة ريحتهم ما حد يستحمل للريحة فسبحان الله الله سبحانه وتعالى بينزل مطر والمطر بياخدهم على البحر أنا الله رب العالمين. الله يرسل the rain and the rain will turn like a flood all the way into the ocean and الحياة بتعيش 40 سنة. بعد عيسى ما ينزل عليه السلام they live 40 years. أنا عيسى عليه السلام بيعمل حج وبيعمل عمرة وبيتجول فلسطينية. So عيسى عليه السلام will live 40 years after that. خلص. اللي هذا معناه القيامة. Great sign, the big sign, there is no more tawbah. من آمن آمن ومن كفر كفر والعياذ بالله. اللهم عافينا يا رب. أنا ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة. الدابة, the beast, سبحان الله بيخرج
الدرهم هو مليار قطعه يكتب قال كافه وراء كافر استام اني بابي لوك ات ذات بيرسون هيز كافر والعياذ بالله اللهم عافينا يا رب من ذلك. وبالاخر يقول طلوع الشمس من مغربها ذا سن رايز فروم ذا ايست. سبحان الله تعرف انت صوره المطففين جاله مره على الشحن الارض. انا اتكلم ساينس الان عنده الارض في نيازك تمزح الارض هي ميدل رايت والهيت ذا ايرث and one of them and ايش بيعمل الامريكان وروسيا وبريطانيا before this el nayza بيجي بيضربوه بصاروخ صاروخ النيزك the meteorites come and America and Europe and the people they have some missiles and they hit the meteorite before the meteorite reach the earth well but suddenly it'll be a lot of meteorites and one of the meteorites واحد النيزك بيضرب الارض لما يضرب الارض من جهه اسمعوني كويس تفسيركم قبل ما الميديورايت يضرب الأرض before this meteorite hit the earth الله سبحانه وتعالى بيرسل الملائكة بتاخد أرواح كل المؤمنين من عذاب حيصير. الله will send the angel of death to take all the believers soul very simple and very they die very simple. من يرجس على الأرض؟ كفار فقط. لما تنزل الأرض الأرض بدل ما تروح بتكون تدور كده بتصير إيش؟ بتصير عكس alright وبتعيش الأرض بالحالة هذه الصن الأرض الشمس تشرق من المغرب the sun be rising لغاية الأرض تيجي إلى لحظة تقف أول ما تقف الأرض مع كده الإيش؟ الكور اللي هو الكور اللي هو السبب السبب الجرافيتي السبب الجاذبية الأرضية بيقف لو وقف هذا إيش بيصير؟ ينفجر الأرض المية كلها بتصير ايش؟ نار. All the water will become fire and everything will be destroyed and demolished. تقول لا تقوم الساعة إلا على شرار البشر. ده جزمة والعياذ بالله تكون only for the evil people والعياذ بالله. اللهم عافينا يا رب. اللهم عافينا يا رب. فحكي إن شاء الله في يوم من الأيام أشرح لكم إياها بالتفصيل PowerPoint عشان أشرح لكم أفضل بإذن الله. One day إن شاء الله I will explain to you more details إن شاء الله رب العالمين. وعلى ذلك ثم نعم. Yes, it will be on Friday. تقوم الساعة يوم الجمعة. يوم الجمعة. ثم يقول المؤلف ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق. ثم نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. مرة أنا حكيتكم إن بعض العلماء يقول النفخة هي مرتين هي ثلاثة. مين؟ إيش اسم الملك الماسك إسرافيل؟ متذكرين أنا شرحت لكم حديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إسرافيل يوم قال يقدم كان واقفا إسرافيل يقدم رجل ويؤخر أخرى one foot in the front and one foot in the back ممسكا بالبوق holding the trumpet شاخصا إلى العرش staring at the throne of Allah سبحانه وتعالى لا يرتد له طرف لا يرتد ما بيرمش شاخص كده ليش ما بيرمش؟ عشان ياخذ الاوردر لو رمش واخذ الاوردر من الله سبحانه وتعالى بالرمشه غمض عينه معناه هو ديسوبيدينت يكون والعياذ بالله غير مطيع لله بس هو انا شغلته سبحان الله البوق ريمبر البوق ذا سايز ذا ديامتر قد العالم كله مش الارض العالم ذا ترومبت ديامتر جست لايك ذا هول يونيفرس بيجر ذان ذا هول يونيفرس عشان لما يضرب فيه اول مره سبحان الله الله عز وجل يقول ذلك في بدايه سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس مش يا ايها المؤمنين يا ايها الناس ان زلزله الساعه شيء عظيم the earth the hour is a great matter يوم تدل كل مرضعه عن سبحان الله انتم نساء تعرف مش كل مرضعه كل مرضع كل مرضعه عن مرضع يعني الابن كل مرضع كل مرأة عندها بيبي ترميه مش كل مرضع كل مرضع يعني كانت بنفس اللحظة بترضع ابنها أو بنتها كل مرضع كل مرضعة التاء المربوطة هذه يعني التاء الاستمرارية يعني الآن في هذه اللحظة المرأة بترضع ابنها أو بنتها in that moment مرضعة in the tail that means this moment she was feeding her baby كل مرضعة عمة وتذل كل مرضعة عمة وتضع كل حمل كل مرأة حامل من الخوف من الرعب
تفرح والعياذ بالله، وترى الناس وما هم، ولكن عذاب الله الناس بيجي درونك ستيت، بيجي ما مش عارفين يحصل ايش من الدرونك ستيت. شو عم يخلي درونك روح بيجي الناس خايفه برعب برعب. وسبحان الله يعني الله عز وجل يوم يفر المرء وامه وصاحبته لكل مؤمن، كل واحد عنده مشكله، لا امه ولا ابوه ولا not his father or his son or his daughter or his father. No one will benefit anybody will run away from each other. كل الناس تهرب من بعض. سبحان الله. والله مرعب والله العظيم لو نفكر فيها. It's so scary just to think about it for a moment. سبحان الله رب العالمين. هذا الصعقة الأولى كل شيء موازين، الموازين كلها بتختلف. أوبر. تفضلي. بالضبط. بالضبط. اللي بعده طيب. لكن هذول اللي بعده طيب غير مسلم كمان يعني، والفضل لله لان حنشوف هذا احنا كمسلمين. اذا مسلم لا نظن في السيدات قول والعياذ بالله. لكن نفخه النفخه الاولى يعني سبحان الله البيبي شعره بيصير ابيض من الخوف. البيبي his hair turned to gray والعياذ سبحان الله out of fear scary سبحان الله. لكن هذه النفخه الاولى. النفخه الثانيه كل بوم second trumpet blow everybody die everything die حتى ملك الموت. I told you this before. I كنت أخبرتكم. Even the angel of death will die. سبحان الله. أما النفخة الأخيرة the last trumpet the resurrection. المؤلف يقول the resurrection. كيف resurrection؟ بيقول المؤلف إنه بيشرح الحمد لله يعني. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يفنى من ابن آدم كله إلا عبد الذنب. Will be completely demolished, decomposed completely, except the last small bone in their spinal cord. كل عايش بالدم. سبحان الله. From that, Allah عز وجل بيبعد مطر. المطر هذا نقر grown بين النبات. We are growing from that seed, that small bone, and Allah عز وجل يبعث الروح بسند the soul within the gathering plant. لكن سبحان الله الشمس هذه الشمس the sun بتسيب المدار طبعا الله بيرتب بيبعد الشمس مرة أخرى الشمس the sun under our heads in the top of our heads. اللهم عافينا يا رب يا اللهم عافينا يا رب يا الله سبحان الله. يقول المؤلف ثم تعطى الكتب ثم تعطى الكتب the books the record. متذكرين لما تكلمنا عن سورة قاف عندنا ايش احنا اكل انجل تو انجل رقيب وعتيد. ايش شغلان رقيب؟ بيكتب ايش؟ كوديز وعتيد؟ ايفرينج اوت بدي ايفرينج اوت بزيد ايفرينج اوت ما شاء الله متذكرين لسه. سو سبحان الله رب العالمين في الكتب الله بتحكي كل جاذرينج لاند ان جاذرينج لاند ارض المحشر يوصل الله سبحانه وتعالى من الناس ما يأخذوا بيمين ومن الناس ما يأخذوا وبعض الناس يأخذوا من وراء يعني كيف من وراء ظهري يعني some people will take the books in right hand some people in the left hand and some people behind their back. What they do they try to cheat they cheat in the دنيا بيختار الدنيا فبدي بريد إيده اليمين وبيخبي إيده وراء ظهري فأول بعض الكتاب he will extend his right hand and he hides his left hand behind his back but still Allah subhanahu wa ta'ala will send that lift in the left hand he will take وراء ظهره سبحان الله رب العالمين. طب بعد ما ياخذوا الكتب بعد الكتب ايش بيصير؟ طبعا اقرأوها. قد ما لهذا الكتاب لا يولد صغيرة ولا كبيرة إلا والله ولا خوفا ولا. The book of the book is this. Everything, small or big, is recorded there. Everything is there. سبحان الله. بعد ما يقرأوها الله سبحانه وتعالى يرسل أعناق من النار. Birds with a long neck from the fire. Anybody holding the book or the record in the left hand, those birds, هذا العصافير طيور من النار والعياذ بالله تأخذ تلقط الناس كما يلقط العصفور الحب. كما يلقط العصفور they will pick up the people and just like the bird holding the seed بعد ما يلقطوه وبيحطوه